تالتة ثانوي هانت خلاص، انا قد التحدي، خطوة كمان والبكرة هعدي. تالتة ثانوي، تالتة ثانوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، طلاب الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم. سعدني جدد اللقاء، والنهاردة حلقة جديدة من حلقات مادة علم النفس والاجتماع على قناة مدرستنا 3 وتحت إشراف ورعاية وزارة التربية والتعليم. النهاردة حبايبي بنستكمل مع بعض دروسنا. النهاردة عندنا درس في فرع علم النفس، هناخد مرحلة مهمة جدا من مراحل النمو. هي جميلة جدا لأن احنا اوريدي عايشينها، اوريدي شايفين أو انعكاس لسلوكياتنا ومتطلباتنا. هندرس النهاردة ايه؟ هندرس مع النمو في مرحلة المراهقة. خلونا نبتدي مع بعض ونشوف درسنا النهاردة بيتكلم عن ايه، وايه هي التغيرات اللي بتحصل لنا، وايه مظاهر النمو المختلفة اللي احنا ان شاء الله بإذن الله عايزين نتعرف عليها، ونشوف هل في فروق فردية بيننا وبين غيرنا ولا لا. النهاردة ان شاء الله هندرس مع بعض النمو في مرحلة المراهقة. مرحلة المراهقة من المراحل النمو الهامة جدا، لأنها مرحلة انتقالية بتنقل الإنسان من كونه طفل إلى الرشد. يبقى أنا بتنقل من الطفولة إلى الرشد. المرحلة دي من المراحل الهامة ليه؟ لأن فيها ثورة رهيبة في التغيرات. طيب ما تيجوا نتعرف يعني ايه مراهقه، وايه هي مظاهر النمو المختلفه، ويا ترى انا هدرس ايه النهارده. عشان كده لازم نبدا بنواتج التعلم. زي ما بنقول احنا عايزين نعرف يعني ايه مراهقه، وعشان اعرف يعني ايه مراهقه يبقى لازم افسر تعريف المراهقه. كمان اقدر اوضح تحديات اللي بيواجهها المراهق، ودي مهمه جدا جدا جدا، ولازم يا اولاد كل نقطه هنقولها لازم نفهمها. دي نقطه انا باكد عليها، انا مش عايز اخد عناوين رئيسيه فقط، انا لازم افهم كل كلمه موجوده عندي، كل فصله، كل نقطه بتشير الى ايه. اجسد بالامثله على مظاهر النمو في مرحله المراهقه، نكشف من خلال المواقف الحياتيه على النمو الجسمي، استنتج مظاهر النمو العقلي والمعرفي لدى المراهق، ونستخلص العمليات التي تزيد تفصيلا لدى المراهق. طب حبايبي، النمو في المراهقه. مرحله المراهقه هي مرحله متغيرة تتسم بالتجدد المستمر، وبيمر المراهق بخصائص متعددة للنمو. يعني ايه الكلام دوت؟ طيب اولا كلمة مراهقة هي كلمة لاتينية الاصل. الكلمة ديت بتعني التدرج نحو البلوغ او نحو النضج. مرحلة المراهقة هي مرحلة انتقالية ما بين الطفولة وما بين الرشد، بيحصل فيها تغيرات فسيولوجية وجسمية كبيرة جدا. تمام؟ بتبدأ تغيرات بشكل معين، ثورة زي كده هيحصل للثورة دي تهذيب أو تقييم، فبيبتدي يتغير ويصل في الآخر إلى شكل الشخص الراشد. طيب قلنا إن هي مرحلة فيها تجديد، يعني فيها تغيرات مستمرة وإيه متلاحقة. إيه كمان يا حبايبي؟ بيتغير الجسم كليا، شكل حضرتك، تفاصيلك، بيحدث ما يعرف بالبلوغ سواء عند الولد أو البنت. فتغيراتنا الجسمية وشكل جسمنا، شكل تفكيرنا وأدائنا الحركي والعقلي والبصري، وكل مظاهر النمو بتختلف وبتتجدد. فهي مرحلة تتميز بالسرعة، تتميز بكمية التغيرات الهائلة. طيب بيحصل نمو في إيه؟ قلنا جسمي، عقلي، معرفي، انفعالي، نمو اجتماعي ان بيزيد الاختلاط والعلاقات الاجتماعيه، نمو خلقي واهتمامات دينيه. طيب ايه بقى قلنا؟ زي ما شرحنا مفهوم المراهقه، وقلنا ان هي مرحله بيعبر فيها الطفل من الطفوله الى الرشد، يبقى فتره انتقاليه فين في حياتنا. يعني حضرتك دلوقتي عايش فتره انتقاليه نقلتك من الطفولة إلى الرشد. إيه ده يا ميس؟ وأنا لسه لحد دلوقتي في المراهقة؟ أقول لحضرتك طبعا، أنت المراهقة معاك لحد سن 21 سنة، فمعنى كده أن أنا ما زلت مراهق. تمام، بنقول اللي هي بتمتد زي ما بقولك للعقد الثاني تقريبا من عمر الفرد، فتبدأ بحدوث البلوغ الجنسي وتنتهي بالوصول إلى سن الرشد. إيه هي بقى تحديات المراهقة؟ قبل ما أديك المظاهر والتغيرات اللي بتحدث سواء لجسمك أو للنمو العقلي أو الانفعالي أو الاجتماعي،
لازم المرحلة دي فيها حاجة تميزها عن غيرها من المراحل السابقة. هنا في تحديات، المراهق بيواجه مجموعة من التحديات اللي بيسعى لتحقيقها لإثبات ذاته. طيب إيه هي التحديات ديت؟ إحنا هناخد أربع تحديات منهم. أول حاجة تحقيق علاقة ناضجة مع الرفاق. مين الرفاق؟ جماعة الأصدقاء. إيه ده؟ هي بتشكل أهمية كبيرة لدرجة إنها أول تحدي في حياتنا. أقول لحضرتك جداً، دي جماعة الرفاق عندك بتمثل قوة زي الأكل والشرب، ما بتعرفش تستغنى عنها، بتأثر في شخصيتك وفي ذاتك وفي صورتك عن نفسك. تحقيق هوية الجنس، اتخاذ قرارات المتعلقة بالمستقبل المهني وتنمية القيم والمعايير الأخلاقية. تعالوا نبتدي بواحدة واحدة كده، والتحدي الأول هو تحقيق علاقة ناضجة مع الرفاق. زمان كانت كل قصتي مع أصحابي وأنا طفل إن عايز ألعب معاهم، إني عايز نجري ورا بعض ونتسلى ونعمل. دلوقتي الوضع بقى مختلف. ليه؟ لأن المراهق بيشعر بالقيمة التي تبنى من خلال ردود فعل الآخرين. بمعنى إيه؟ ده أنا محبوب قوي بين صحابي، ما بيروحوش في حتة إلا لما بروح معاهم، ما بيقعدوش لما بروح نتفرج على الماتش، لما ما بروحش يقولوا لا خلاص يا عم إحنا مش هنروح، مدام محمد مش موجود إحنا مش هنروح. هي إيه القصة؟ هو بيجد ذاته من خلال رد فعل الآخرين. طب تعالوا نشوف شخصية تانية منبوذة، ما بيحبوش، محدش بيساعده ان هو يكون ليه علاقات اجتماعية، يكون ليه صداقات، هتلاقيه ايه؟ انا فعلا انسان مش كويس، ما هو الناس ما بتحبنيش، بياخد صورة سلبية عن ذاته. يبقى ده حاجة مهمة جدا نفهمها، ان انا باخد استحساني ورد فعل من رد فعل الآخرين. بينمو تدريجيا وتنمو معه ميوله نحو افراد الجنس الاخر. طبعا اولاد احنا عارفين احنا في ذكور واناث. طيب ببتدي اكون الصداقات بتاعتي ذكور واناث، فببتدي ادرك لا ده في الجنس الاخر دوت، احنا كنا زمان بنلعب، ده اختك ده اخوك، العبوا مع بعض ما تضربوش بعض، لكن دلوقتي لا، شكل العلاقه اتغير. احنا زملاء، احنا كذا، في حدود في الكلام، في حدود في كذا. فابتدى حتى طريقتي او تعاملي مع الرفيق او الصديق ابتدت تختلف وتاخد شكل اخر للقواعد. ايه كمان يا حبايبي؟ بيقول بيؤدي هذا الميل الى اتساع نشاطه الجنسي الغير. هذا النشاط هو المسؤول عن قضايا الحب التي يشعر بها المراهقين. يا سلام، ده احنا بنقول ايه؟ بص حبايبي، نتيجة للتغيرات البيولوجية والفسيولوجية التي تحدث لجسم حضرتك، حضرتك بتبتدي تشعر بقى الأول إيه، اختلف بقى الحب الطفولي إلى حب غيري. يعني إيه؟ لا، ابتدى بقى اتجاهات أخرى نحو الجنس الآخر. طيب إيه اللي بيحكمها؟ العادات والتقاليد، ثقافة المجتمع، قيم المجتمع. احنا في علاقات وبنتقابل سواء في المدرسة او في علاقاتنا الاجتماعية المختلفة، ولكن تختلف شكل العلاقة. التحدي الثاني هو تحقيق هوية الجنس. يعني ايه تحقيق هوية الجنس؟ ما احنا اتفقنا عندنا ذكور واناث. طب ما هو كل واحد في المجتمع ليه دور مناسب بيقوم بيه داخل المجتمع. يبقى حضرتك بتبتدي تتأقلم مع دورك. انا راجل، لا انا مش هقوم امسح الشقه يا ماما، اختي هي اللي تعمل الكلام ده، انا هجيب لكم الطلبات من الشارع، انا هعمل كذا. هو انت بتعمل ايه؟ انا بتاقلم مع دوري، بشوف ايه هي متطلباته ببتدي اعملها. التوحد مع الوالد من نفس جنسه، بمعنى ايه؟ تلاقي البنت بتتوحد مع امها، بتبتدي تشوف ايه هي الدور اللي بتاديه. طبعا دلوقتي كلكم محدش بيعمل حاجه، احنا بنتلكك، احنا ثانويه عامه، مش هقدر اساعدكم في اي حاجه، لما اخلص الامتحانات بقى يبقى يعدلها ربنا، وبناخد بقى على كده لحد لما بنتجوز طبعا. فده بيشعرنا بهويه وبندعمه طبعا، ان احنا كل شخص بيكون ليه الدور الخاص بيه. التحدي الثالث هو اتخاذ القرارات المتعلقه بالمستقبل المهني. طبعا احنا دلوقتي بنفكر انا هدخل كليه ايه؟ وهخرج منها ايه هو الشغل المناسب؟ فبتبتدي في المرحله دي التفكير بقى وخطط المستقبل والخطط المهنيه، فبيجي بقى عندنا نوع من انواع القلق. يا ترى بقى القلق ايه؟ اسمه قلق المستقبل. ايه قلق المستقبل ده؟ انا خايف ما اقدرش احقق الحاجه اللي انا نفسي اوصل لها. طب انا ادخل ادبي ولا ادخل علمي؟ طب انا ادخل الكليه الفلانيه ولا الكليه الفلانيه؟ طب انا جبت مجموع قليل اروح بيه فين؟
طب ايه اللي اكتر هيساعدني ان انا اشتغل؟ فبيبتدي عندي هنا هو اضطراب او قلق اللي نتيجه ايه؟ نتيجه وجود مثيرات كتيره وانا عايز اخد القرار المناسب بهويتي او مهنتي. فبنقول ان الاعداد للمستقبل المهني من المهام الرئيسيه امام المراهق. احنا خلاص احنا داخلين خطوه ان شاء الله تحدي الامتحان هنعديه وهنجيب ان شاء الله درجات عاليه جدا وان شاء الله ندخل الكليات ونحقق المستقبل اللي احنا رسمينه. بيؤكد البعض ان المراهقه تنتهي ببدايه الخبره العمليه في عالم العمل. بيبالغ في التوحد مع الابطال، دي صفات المراهق في هذا التحدي. للحفاظ على تماسكه الذاتي دايما بسرح كده، ده انا هبقى فلان الفلاني، انا هبقى زي فلان. التحدي الرابع تنميه القيم والمعايير الاخلاقيه. وهنا بتنفرد مرحلة المراهقة بالاهتمام الشديد بالقيم والمعايير الأخلاقية، وبيبتدي زي ما قلنا بتزداد قدراته والوعي بالقضايا المحيطة بيه ويبتدي يناقش. بيكون عنده دايما رغبة ان هو يحقق مركز اجتماعي، من عليا ثقل كده وتحترموني وليا مكانة في وسط المجتمع. فبفترة طارة بيهتم بالمثل الدينية والقيم الأخرى، وطارة التانية يشعر ان هو بالفشل فتلاقيه يتجه اتجاه الآخر. دايما عنده حاجة إلى الاستقلال وبيسعى إلى الانفصال والاستقلال عن الذات، ودي احنا هنوضحها أكتر فين؟ في الانفعالات. النمو الجسمي والتغيرات التي تطرق على جسم المراهق. تعالوا بينا كده نشوفها على الشاشة ونشوف إيه هي التغيرات الجسمية اللي بتطرق على المراهق. زي ما قلنا إن فترة المراهقة هي فترة حدوث طفرة في النمو شامل للمراهق. من هنا بقى بيبتدي يحصل طفرة كبيرة في النمو مع البلوغ، وبيعد هنا البلوغ أسرع في التغيرات الجسمية. بيحصل انفجار في النمو. احنا كان عندنا الفترة بتاعت الحمل وفترة الطفولة المبكرة كان فيها برضو نمو سريع، برضو المراهقة نفس الحكاية. بنقول هنا ان بيحصل زيادة سواء في الجسم، في نسبة العضلات، في شكل الجسم. بنقول كمان يا ولاد لازم نراعي ان في فروق فردية ما بين الافراد، اختلاف فرد عن التاني، مش انا وزميلي دايما في نفس الحجم او في نفس الوزن. كمان يا ولاد بنقول ان بيحدث اربع تغيرات جسمية هامة جدا، بتشمل على حجم الجسم، نسب اعضاء الجسم، نمو الخصائص الجنسية الاولية، ونمو الخصائص الجنسية الثانوية. بصوا يا حبايبي، احنا عشان نكون متفقين، احنا بيحصل لنا تغيرات جنسية بنتنقل من الطفولة الى ايه؟ زي ما قلنا للرشد، يعني بنصبح اشخاص بالغين. التغيرات دي كلها مرتبطة بافراز مجموعة من الهرمونات، واحنا درسنا زي الغدة النخامية والغدة السنبرية عند الشباب، كل دي مجموعة من الهرمونات بتأثر وبتؤدي الى التغيرات الجنسية، سواء الاولية اللي هو حدوث البلوغ، بعد كده بقى التغيرات اللي بتحصل في شكل الجسم سواء عند الاناث او الذكور. بنقول كمان بتيجي التغيرات في الطول والوزن، وبيحصل انفجار في الطول، بس تلاقي كفك بقى قد كده وصوتك اخشن وملامح وشك كده غريب. بعد كده تلاقي في نهايه فتره المراهقه ابتدى جسمنا يتاقلم ويكون كله اصلا متوازن ومتكامل. بنقول اللي ما بتعد الزياده في الدهون المصدر الوحيد لزياده الوزن خصوصا عند الذكور، ولكن بيزيد عندهم حاجه حلوه قوي بيحبوها، العظام والعضلات. ايه ده؟ ده احنا بنبتدي نبني. عشان كده بقول لحضرتك اهتم بجسمك، لازم تكون بتلعب رياضه، مش تقول بس لا انا خلاص انا اقعد اذاكر، لا دي حاجه جميله جدا وبتنشط العقل وبتنشط الذهن. بنقول بتزداد نسبه العضلات بنسبه 45% على عكس لما كانت في الطفوله 25%. بقول لحضرتك ان اكتر فتره بتزداد فيها نسبه العضلات من سن 12 سنه لسن 15 سنه، عشان كده باكد عليك لازم تلعب رياضه وتحافظ على جسمك. النمو العقلي والمعرفي، وده من اهم انواع النمو برضو اللي بتحدث، لان بيحدث فيه طفره في التفكير. احنا كمان زمان تفكيرنا قايم على التفكير الحسي، الحاجات اللي قدامي اللي اقدر اشوفها اللي اقدر امسكها. انا دلوقتي ابتديت اتجه الى نوع اخر من التفكير وهو التفكير المجرد، ان انا عارف بوجود ربنا على الرغم ان انا مش شايفه، ان انا عارف ان رقم واحد ده رمز على الرغم ان انا ما اقدرش امسكه او اخده. ده اسمه تفكير مجرد، ان الاشياء ليها رموز في الحياه حتى يصل اقصاها الى سن 18 سنه. بتنمو القدرات العقلية وبتظهر قدرات خاصة، بيبتدي يزداد التحصيل الدراسي ودرجة الانتباه، وبتنمو معه العمليات الاستنباط والاستنتاج والاستدلال. بصوا حبايبي، أنا النقطة دي هأكدها لكم بس بعد ما نشرح العمليات اللي بتزداد تفصيله.
بيوجد تنوع كبير في الميول والاستعدادات، بيزيد زي ما قلنا مستوى الثقافي والحالة الصحية للمراهق. بيصير النمو العقلي في مجمله إلى المفصل. يعني إيه؟ كنا زمان بناخد الحاجة على بعضها، دلوقتي بنهتم بالتفاصيل بالديتيلز. ده انت وانت نازل بتبقى مهتم حتى في نفسك وفي لبسك. تصريحه شعري، معرفش، كنا زمان ما نهتمش بالحاجات دي وانت طفل. او من الكل الى الجزء كما هو في المراهقه في الطفوله بيبدا التميز في العمليات العقليه والقدرات الخاصه. يعني ايه تميز؟ بتبتدي بقى تظهر قدرتك على حل المشكلات، قدرتك على الاستدلال، استنتاج الاشياء، تفكيرك بيختلف، عمليات العقلية اللي بتقوم بيها غير الطفل. خلاص بقى تفكيرنا اتسع، معلوماتنا زادت، وخصوصا ان اكتر سن يعني بنقدر نغذي بالمعلومات من طفولة لحد سن 12 سنة، فخلاص انا بقى عندي قاعدة كبيرة جدا من المعرفة والمعلومات. بيزداد الانتباه، انا عندي ثلاث عمليات مهمة جدا بيحصل لهم تغير، مش هم بس، ده في عمليات تانية وهأكد عليها وهديها لكم. اول حاجة انتباهي والتذكر والتخيل. الانتباه بيزداد مدى الانتباه بتاعي، قدرتي على الاستيعاب، قدرتي على تركيز الانتباه. زمان كان ممكن اذاكر درس وازهق بسرعه، دلوقتي ممكن اذاكر درسين. زمان كنت ممكن اقعد 10 دقائق او ربع ساعه، لا دلوقتي بقعد ساعه، بقعد ساعتين. فاتساع المدى والاستيعاب بقى اطول وافضل. بيزداد تحصيله الدراسي، ومدى الانتباه له علاقه بالذكاء العام. التذكر، قدرتي على التذكر بقت قايمه على الفهم، لازم ابقى فاهم. عشان كده بقول لك لازم تبقى فاهم، مش تذكر آلي ان انا بحفظ وبردد وخلاص. كمان يا حبايبي بيزداد التخيل واحلام اليقظه واحلام البطوله والشهاده. عايزه اقول لحضرتك ان التخيل هنا بيكون قايم على التفكير المجرد، زي الجبر والهندسه والعلوم الرياضيات. في نقطة كمان حابة أأكد عليها، إن مش بس الثلاث عمليات دول اللي بيتطوروا عندنا، ولكن أنا عندي كده في الكتاب فصلة وتحتيها نقطة، معناها إن سطر جديد، معناها إن عندي عمليات تانية بتظهر رضا المراهق، أقدر أجيب لك سؤال فيها، زي الاستدلال، زي الاستنتاج، زي أنواع التفكير، التفكير إبداعي، تفكير ناقد، تفكير ابتكاري، كل ده بيتطور وبيزداد عند حضرتك، عند المراهق. يبقى احنا شرحنا الجانب المعرفي وشرحنا الجانب الجسمي وتحديات المراهق. طب خلونا بقى نشوف الاسئله كده، نشوف فهمنا درسنا ولا لا. السؤال الاول بيقول لحضرتك ان ادراك المراهق ينتقل من المستوى الحسي المباشر الى المستوى المعنوي الذي يمتد معرفيا نحو المستقبل القريب والبعيد، مما يزيد من قدرته على فهم الافكار دون ان تكون مرتبطه مباشره به، كالتفكير المراهق المستمر في الكليه التي سوف يلتحق بها. تشير العباره السابقه لاحد مظاهر النمو لدى المراهق، وهو النمو ده انا بفكر افكار تفكير، واقدر اخدها تحدي من تحديات واقول ان هو التحدي نحو اتخاذ قرارات مستقبليه، وهنا هيبقى نمو عقلي. يبقى انا اقدر اجيبها العباره دي في سؤالين، اخدها ضمن التحديات واخدها ضمن مظاهر النمو. السؤال اللي بعده، تتسع مدارك المراهق وتنمو المعارف، واستطيع وضع الحقائق بعضها البعض بحيث يصل الى فهم اكثر من مجرد الحقائق نفسها، بل يصل الى ما ورائها. هقف ليه؟ لان انا هاجي اسالك عن احد مظاهر النمو العقلي اللي هي القدرات والعمليات العقليه اللي احنا وصلنا ليها. طب هي تخيل، تذكر، استدلال، انتباه. هتقول لي لا، استدلال ده انا هستبعده اصلا، ده هما ثلاث عمليات اللي خدناهم، انتباه وتذكر وتخيل. اقول لحضرتك خطا. هتقولي لي ليه مش خطا؟ ده انا لسه وانا بشرح لك بقول لك ان الكلمات دي موجوده في كتاب المدرسه. بقول لحضرتك ان ما ينفعش تسيب كلمه او سطر. على فكره ده هو بيقول لك انك وصلت الفهم اكتر من مجرد الحقائق، بل وصلت الى ما ورائها. يعني انت عديت الانتباه والتذكر والتخيل ووصلت للايه؟ وصلت للاستدلال. هي دي الاجابه الصحيحه بتاعتي. اقدم احد شباب اليابان على ابتكار اول ساعه في التاريخ، كتبت ارقامها بالعكس كما تدور عقاربها كل الساعات الاخرى في العالم، عكس كل ساعات الاخرى في العالم. يعكس ابتكار الشاب احد قدرات المراهق، وهو الانتباه، الادراك الحسي، التذكر الالي، التخيل. هو تخيل فكره مش موجوده في العالم، هنا تظهر بقى التخيلات واحلام اليقظه، فتكون الاجابه الصحيحه بتاعتي هي التخيل.
احنا كده شرحنا نص الدرس بتاعنا، ان شاء الله نستكمله الحصه الجايه. خدنا ايه؟ خدنا تعريف المراهقه، خدنا يعني ايه تدارج في النمو، خدنا كمان يا حبايبي تحديات المراهقه، وخدنا مظهرين من مظاهر النمو لدى المراهق، هو النمو العقلي والمعرفي والنمو الجسمي. ان شاء الله النمو الانفعالي وكمان النمو الاجتماعي والاخلاقي هناخدهم الحصه الجايه. وفي نهايه حلقتنا حبايبي، بعد ما شرحنا النمو في مرحله المراهقه وادينا النقاط الاساسيه اللي احنا خدناها النهارده، اتمنى ان تكونوا بتذاكروا دايما متابعين معانا. خلاص التحدي قرب يخلص، قربنا نوصل لنهايه التفوق والنجاح ان شاء الله باذن الله. استنوني الحلقه الجايه، هنكمل مع بعض درسنا على قناه مدرستنا 3 تحت اشراف ورعايه وزاره التربيه والتعليم. تالتة ثانوي هانت خلاص، أنا قد التحدي، خطوة كمان والبكرة هعدي. تالتة ثانوي